حول التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من خان يونس جنوبي القطاع بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، كيف تبدو الأوضاع في اليوم الثالث للهدنة، وإلى أي درجة هناك التزام حقيقي دون خروقات تذكر لديك في خان يونس؟ لأنه من المعروف أن الجنوب لا يسمح فيه تماما بوجود الطائرات الحربية، وهو ما كانت توقفت عنده حركة حماس. تحية لكم. يعني الطائرات الحربية هي غائبة تماما عن أجواء المحافظات الجنوبية، هنا لا نشاهد هذه الطائرات ولا نستمع إلى أزيزها الذي كنا نسمعه خلال أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الأجواء هنا إيجابية، المواطنون والنازحون هنا متفائلون باستمرار هذه الهدنة وأن يتم تمديدها من أجل يعني توسيع الأوضاع الإنسانية التي باتت تتحسن بفعل هذا الشريان، شريان الحياة التي تقدمه جمهورية مصر العربية عبر الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة، والتي تحمل مساعدات مختلف أنواعها، سواء مساعدات غذائية ومياه وكذلك أدوية ووقود إلى قطاع غزة، وتصل تباعا إلى المواطنين والنازحين هنا في المناطق الجنوبية وكذلك في مدينة غزة. هذا يعني بشير أن الهدنة كانت مفيدة تماما للمواطنين لديك في خان يونس؟ بالفعل الهدنة أوقفت هذه المجازر بحق المواطنين وباتت مفيدة لحياة المواطنين الإنسانية هنا قطاع غزة، والتي بدأنا نشهد تحسن الأوضاع الإنسانية هنا في المناطق المختلفة في قطاع غزة، حيث بدأ الفلسطينيون يتزودون بالمواد الغذائية اللازمة، بالمياه الصالحة للشرب بعدما كانوا يشربون طيلة أيام العدوان المياه غير الصالحة للشرب، الأدوية التي وصلت إلى المشافي وكذلك الوقود، ولأتت الكهرباء تغذي هذه المشافي عبر المولدات التي تعمل على الوقود، الأدوية وصلت إلى الجرحى، العمليات الجراحية بدأت تجرى جيد. بشير، إنك ذكرت هذه النقطة، أنت تتابع الحالة في مستشفى ناصر بخان يونس، إلى أي درجة تبدو الحالة أفضل في مسألة تقديم الخدمة الطبية، وما إذا كان هناك ما ينقص المشفى في ظل احتياجاته الجمة لخدمة النازحين وسكان خان يونس؟ يعني إذا ما تحدثنا عن هذا المشفى، فأنا أشاهد أن الكميات الوقود التي دخلت إلى هذا المشفى وبدت المولدات تعمل بطاقتها الكاملة، بات هذا المستشفى موصولا بالكهرباء بكامل أقسامه. في السابق كان القسم الطوارئ وقسم العمليات المركزية هو ما يتم وصله بالكهرباء، اليوم جميع أقسام هذا المستشفى هي موصولة بالكهرباء. إذا ما تحدثنا عن الأدوية والمستلزمات الطبية فهي بدأت تصل إلى أيدي المواطنين والمرضى هنا، الأطباء هنا يقومون بإجراء العمليات الجراحية بالمواد المخدرة الطبية اللازمة، كانت قبل ذلك خلال أيام العدوان تجرى العمليات الجراحية بدون تخدير. يعني هذه المواد الطبية وباتت يعني تحسن من الأوضاع الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج هنا، أيضا باتت يعني تخفف من الثقل الملقى على كاهل هذه المستشفى وعلى كاهل الأطباء، وباتوا يتعاملون بأريحية مع المرضى ومن يأتي لتلقي العلاج في هذه المستشفيات هنا في المناطق الجنوبية، لا سيما أيضا في المناطق الشمالية التي وصلتها المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية. طيب بشير، هل يتوارد إليكم الأخبار التي تبثها إسرائيل بشأن التصديق على الخطط الخاصة باستكمال العملية العسكرية وهذه الحرب على الجنوب وتحديدا لخان يونس بعد انتهاء هذه الهدنة بكل قوة؟ يعني هل تصل وكيف يتفاعل معها الفلسطينيون لديك؟
يعني الفلسطينيون يتابعون هذه الأخبار عن كثب، وكذلك يتابعون ما تقوم به جمهورية مصر العربية من جهود حثيثة منذ اليوم الأول للعدوان، وحتى وصولا إلى هذه الهدنة واستمرارا بما يجري في هذه اللحظات من استمرار لهذه الجهود من أجل يعني تمديد أيام الهدنة. الكل هنا متفائل بأن يتم وتنجح هذه الجهود خلال الأيام القادمة، وأن تستمر أيام الهدنة لفترات أطول، وأن أيضا تتكثف هذه الجهود من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وحقن الدماء الفلسطينية ووقف هذه المجازر التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين. الكل هنا على أمل بأن تنجح هذه الجهود وأن يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل. كيف يتفاعل أيضا الغزيون مع الإفراج عن هذه الدفعات من الأسرى في الجانب الآخر في الضفة الغربية المحتلة؟ يعني بالفعل هناك فرحة عارمة تسود الشارع الفلسطيني مع خروج الأسرى في الضفة الغربية. غزة والضفة وفلسطين كلها جسد واحد، أي أسير يخرج من سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد سيدخل الفرحة العارمة سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هنا يعني الفلسطينيون يقدمون ما يملكون من أجل الاستمرار في الخروج هؤلاء الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي. طيب بشير، ونحن على أعتاب فصل الشتاء، ويبدو طبعا من الأجواء لديك ومن الملابس التي يرتديها المواطنون أن هناك درجات من البرودة قد بدأت في الأجواء، كيف يزيد ذلك من معاناة الفلسطينيين الذين كثير منهم موجودون في العراء، وبالتالي هذا يزيد من معاناتهم؟ يعني نحن وبحسب الأرصاد على موعد في هذه الليلة مع تساقط الأمطار في قطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك فإن النازحون هنا والفلسطينيون الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة والذين أقاموا خياما فوق تلك المنازل أو الذين يتواجدون حتى هذه اللحظات في مراكز الإيواء في داخل الخيام التي أقيمت في هذه المناطق، هم يعني يتحدثون عن إصرار وتشبث بأراضيهم مهما يعني حدث في قطاع غزة رغم هذه الأجواء الباردة والأمطار التي سوف تتساقط على قطاع غزة. فإنهم حتى وإن غرقت هذه الخيام وإن دخلت عليهم مياه الأمطار فإنهم لن يعودوا إلى الخروج من مناطقهم ومن منازلهم، ولن يحققوا ما تصبو إليه إسرائيل من تهجيرهم القسري من أراضيهم باتجاه مناطق أخرى. هم يريدون الثبات والبقاء في هذه الأراضي مهما يعني كان هناك من معيقات وتحديات تحيط بهم. الأصعب أيضا أن تتحول مياه الأمطار إلى برك ومستنقعات في ظل انهيار البنية التحتية بالكامل لديك في قطاع غزة. على كل حال شكرا لك من غزة، من خان يونس تحديدا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية.